من منا لا يعرف شركة جيت؟ ومن منا لا يعرف قصة نجاحها؟ ولكن ماذا عن التفاصيل؟ اليوم في فقرة عن قرب نأتيكم بهذه التفاصيل عن شركة جيت في لقاء مع المدير العام للشركة معالي السيد مالك حداد. قد لا تخلو ذكريات معظم الأردنيين من رحلة هنا وأخرى هناك على متن حافلات شركة جيت. تمتد ذكريات الأردنيين مع جيت لأكثر من ربع قرن من الزمان، وأوصال حافلاتها جابت محيطنا العربي لتسطر بذلك قصة نجاح أردنية فرضت اسمها منافساً قوياً في المنطقة ضمن قطاع النقل البري. ضيفنا اليوم هو المدير العام لشركة جيت السيد مالك حداد، والذي سيحدثنا عن بدايات جيت وتفاصيل لم نكن نعرفها عن هذه الشركة. بداية أنا برحب بعمان تي في وبالطاقم الموجود معنا وبهذه القناة الواعدة اللي نتأمل منها الكثير بخدمة البلد وخدمة اقتصاد البلد. بالنسبة لشركة جيت، هي شركة تأسست في عام 1964 في مدينة القدس، نظراً لحاجة السياح الأجانب والمكاتب السياحية اللي كانت آنذاك بمدينة القدس، بأن تكون هنالك ضمن مجموعات سياحية وكون حافلات تخدم هذه المجموعات السياحية، حيث لم يكن في عام 1964 أي شركة باصات تعمل في خدمة نقل السياح. فبدأنا من عام 1964 في مدينة القدس، طبعا بعد ما أصبح الاحتلال في 4 باصات بدأنا بداية، ثم بعد الاحتلال عام 1967 توقفت الشركة لمدة تقريبا 6 أعوام إلى أن انتقلت إلى مدينة عمان عام 1973. شركة جيت الآن تحتوي على 800 موظف، بعد أن كانت طبعا بداياتها حوالي 12 موظف، الآن 800 موظف أردني، وهي شركة مساهمة عامة، 99% من المساهمين هم من الأردنيين، مواطنين أردنيين، حوالي 1200 مساهم أردني و800 موظف وسائق وعامل، بالإضافة إلى طبعا لدينا الآن 210 حافلات تخدم قطاع السياحة وتخدم قطاع النقل العام في الأردن. الآن نحن في شركة جيت ننقل 3 ملايين مواطن أردني سنويا، فهي قصة نجاح أعتقد كثير من الدول العربية، ونحن يمكن 3 سنوات أمضين 3 سنوات الأخيرات كنا نطلع في مجلة فوربس نكون من أحسن 500 شركة في العالم العربي نتيجة العلم وإدخال التكنولوجيا. الآن إحنا في شركة جيت بعد أسبوع من الآن سيكون الحجز عن طريق الموبايل أبليكيشن. هو المؤشر دائما في التراجع أو التقدم هو الإيراد. إحنا إيرادنا كل سنة عم بيزيد عن السنة اللي قبلها، ثقة المواطن الأردني في هذه الشركة ثقة عالية جدا. أصبحت جيت هي براند نيم، يعني علامة تجارية، ونحن مؤخرا يمكن قبل شهرين اتحاد المستهلكين العرب أعطى شركة جيت يمكن الدرع موجود انه هي العلامة التجارية في النقل على مستوى الوطن العربي. ويمكن معروف عن جيت انه عادة بتزبط ساعتك على باصات جيت، فالحمد لله. طبعا لدينا الخطوط ما بين النقطتي العبور ما بين الأردن وفلسطين كذلك والشيخ حسين وإلى القاهرة يوميا، عندنا معدل رحلات يومية 2 رحلة يوميا، إلى المملكة العربية السعودية 10 رحلات يومية، إلى العراق الآن بدأنا بعد إعادة فتح الخط إلى العراق، وإن شاء الله نأمل كذلك أن يكون هنالك إعادة لفتح الخط إلى الجمهورية العربية السورية إن شاء الله. يمتلك السيد مالك حداد باعا طويلا وخبرة واسعة في مجال النقل البري، الأمر الذي دفعنا إلى سؤاله عن رؤيته لواقع القطاع في هذه الأيام. لابد من إعادة الهيكلة الأنظمة والقوانين اللي تضعها الآن في قانون النقل العام للركاب الجديد أقره مجلس النواب الأردني. نتمنى أن يكون في بعض البنود التي تعالج مواطن الخلل في النقل العام في الأردن. النقل العام في الأردن هو مشكلته الأساسية الفردية، هنالك 82% من قطاع النقل العام في الأردن هو ملكية فردية، وأعتقد أن لابد للحكومة من وضع أسس معينة
في تجميع هذه الأفراد ضمن مؤسسات ضمن شركات مسامحة حتى يتم السيطرة على الشركات. يعني قطاع النقل أعتقد يعني بده على الأقل بين 3 إلى 5 سنوات حتى يستقر إذا تم وضع خطة شاملة لنهوض قطاع النقل. استطاعت شركة جيت عبر هذه السنوات خلق حالة جديدة في قطاع النقل البري، حتى باتت الطريق إلى الشمال أو إلى الجنوب مرتبطة بجيت.